لا، كنت طالبة بكلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الخليل. كنت أقدم أبحاث لمواد لمسابقات، فأكثر من مرة أكون في مرتبة متقدمة مع المساقات اللي أنا بقدم إلها. فاختارني دكتور معتز قفيشي عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الخليل إنه أتقدم لهذه المسابقة، مسابقة قرنا للأبحاث العلمية، هي مؤسسة أمريكية. قدمت لهذه المؤسسة واشتغلت على مدار سنة من في قراءة أبحاث وقراءة كتب، واخترت موضوع البحث. طبعا كان اختيار لموضوع البحث مش اختيار سهل أبدا، كتير قرأت، كتير شفت أبحاث، حطيت أكثر من عنوان بحث، بلشت في أكثر من بحث لحتى وصلت للبحث اللي أنا بدي إياه، والبحث اللي أنا بحسه إنه ممكن يفيد. بالبداية لما اشتركت بهاي المسابقة كنت بفكر إنه بس إنه إحنا بكالوريوس لما قدمنا لهاي واشتغلنا وبحثنا، بس لما رحت استلم الجائزه تفاجأت انهم كلهم طلاب ماستر، وانا كمان وحده بس طلاب ماجستير، طلاب بكالوريوس من اللي فازوا بهاي الجوائز. عامل كتير مشجع انه انا كيف بنافس مع طلاب ماستر وانا طالبه بكالوريوس وكنت متخرجه جديد من الجامعه. تشجيع كان من الاهل، اكيد من امي كان دائما يتشجعني على انه دائما اخذ المرتبه الاول، دائما لازم يكون المركز الاول. حتى انا اشتغلت عليه من خلال الابحاث، من خلال الكتب، من خلال القراءات، بس انه كان استاذ مشرف علي بهذا البحث ما كان فيه. هلا انا بصراحه بعد ما كتبت البحث حسيت انه ما في اصلا اقبال من الطلبه او من الناس بالمجتمع على كتابه البحث العلمي. اللي رح استفيد منه انا بشي بخصني برساله الماجستير رح اكملها، لانه هلا بتواصل مع جامعات امريكيه حتى اكمل ماجستير بنفس هذا المجال اللي كتبت فيه البحث. انا قدمت البحث وخلص، ما بعرف اذا رح افوز او مش رح افوز، ما كنت على انه بعرف من هذا الشيء. فبعد فتره من تقديم البحث، ممكن شهرين ما سلمته تماما، شهر، اتصل علي دكتور معتز قفيشي عميد كليه الحقوق والعلوم السياسيه بجامعه الخليل، خبرني انه احنا اخذنا المركز الاول على الجامعات الفلسطينيه في البحث القانوني. كان كتير صعب بالنسبه لي، خاصه انه انا كنت اخر سنه لي بالجامعه خريجه، فكنت كتير مضغوطه، في ابحاث، مساقات ثانيه، في امتحانات، في كتير كان اشياء ضغط علي، بس نظمت وقتي. كان في اهتمام من قبل المؤسسه في هذا البحث، وحسينا انهم عن جد قارئين البحث. لما رحنا نستلم الجوائز انهم كيف يناقشونا في ابحاثنا وبالدراسات اللي عملناها وبالنتائج، حسينا انه عن جد في قيمه للبحث القانوني او البحث العلمي بشكل عام. بعد ما خلصت هذا البحث حبيت انه اكمل بمجال الابحاث، فهلا بكتب بحث جديد بخصوص عادات اطفال الاحداث،